توني راح. لا لا بضلش هيك بضلش هيك. لوين بدك تمشي؟ اختك بهالشي؟ عم بتموت. ما اصلا كلنا رح نموت. معقول تستسلم؟ انا لازم ساعدها تعمل العملية وانت بدك تساعديني كمان. وتالي وعني تضلك حدا تكبر. شو موقفها؟ لما تعرف انه امها مريضة كل شي رح يتغير. ومشيت. هيدي عائلتي انا مش عائلتك. يوميا 8:30 المساء طيلة شهر رمضان الكريم على MTV.